kulankan oo ay isugu yimaadeen midiga wakiilada duulimaadka iyo dalxiiska Soomaaliyeed oo magacooda loo soo gaabiyo SATA ayaa kulankooda kaga hadlay sidii loo qabanqaabin lahaa shirweyne uu yeesho ururkaasi kaasi oo ay ka soo qayb galayaan dhammaan ajensiyada ku yaala Muqdisho iyo gobollada kale ee dalka. Kulankaasi kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay guddoomiyaha midiga wakiilada duulimaadka iyo dalxiiska Soomaaliyeed علي أحمد فارح وحا اونا فرين ادري قدميه لمان اجنسيه كو يالا مقدشي يقبل هذا كلا ادالك اساق او كدل بلي ان اي سي دق دقاه اسوسو ديوان قليان سن لو حقي جو امان كددك الروفية ايو كو ادالك سو قليا وحان شغل الله هين شركلها تقدد جري قبل كبنادي الحرماء كله تقدد كشغي عما اجنسيه قبل هذا دالك انت ذكر لنا باسو مرنا انت بضن غارنا هدينا نسعنا سياسة الأجلية المكة ما أنت شركة نوع خصاب صناعينا وغرب حنا وعجرة ويستيوان قليا لما ترف الأجنسية أنت وذا برا أنت كلاان استيوان قليا وحرمينا وباقنا إن استيوان قليا عدنا وحن وصل صعدة شر سنة ليل لا بد السنة بمرة وحن قبلنا شروينه أو سيد الدستور كنا وخبو دستور كنا واقنا هذا جيدا أنت سواء قيادة كل دو محكمة دو كل ديوان قشين هاي سلا وجدا المركز لاس درتت ما أنت وعن كل هاي اللي هن حافيسي دو كويا على قبل كبنادر هنا يبال كل ما هرمون كود أنا وعن كش غير ما هرمون تود تبرر تود وعي قلين تود وعن لدر هنا وح كست أو قلدم قف كست أو غلط كجرا إنه ساحات استرين فلدا أو كش بكوس ودكتين دل كان إم بدن ولا تكسو جري مرور باسمي سيد بدلين شغال عنو هينو دل كان دل كان تقدر كشغاية عم حافظة له هدي نغطة حج هدي نغطة عمرو هدي نغطة فيزا عافمات هدي نغطة ميدو حبر الشهد ايغا اسوسوها هولي لو عطاني تدوصنا ايغا شغال نسوه دي سياس درتي هدو اسبدلي دل كانو وحي مريسا ان هدر مقدشو هبين كي دياردو كبحان هبين نماء الدولان وحول بويس بدلين سيدا جدا شاهدوين كماشان كم موضة وحان حوين كان هاي شركة او بالك اللي راه دو هاي ادو اما يونيونو وكوانا وكلاها ودو ذا كوي هلا سيدا جدا شاهدوين كوخرا لما اندو لده قيبه اذا نقصيه وده شغينا نقدر حيسا شاهدوين كسوغ هذا وحان وصوب باقي معنا سي ما داو عن شروين قوانا ينا وحان ربنا الليستو ده هي هذا الشركة ذا يا أنت كوش هذا لأن الليست يا قبطة سومالية شركة ذا تقدر ذاك الشقة أما ترى في الأجهزة الشرعية هنا موجود بينه ما دام عن ديوان كشانه نكون المحكمة بوليس مغريشي وزارة الجديد ك تلحيس ك قبل ك جناس ك يكون عالمي أنت واقف ديوان كشانه عبد الرزاق آدم قصلي كالسن تي في مقديشو.